صريح مباشر، ما كنستروش على المشاكل ولا التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربه في المغرب. مرحبا بكم بالاسئله ديالكم بالصراحه اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. بكل وضوح، بكل وضوح مع البروفيسور المامون مبارك الدريبي. بالاسم ديال الاب والام باش كيتصرفوا الاخرين. راه الزواج عباد الله راه ماشي واحد الحاجه سحريه، راه غيدخل سلحفات غيبقى سلحفات. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر. تحت شنو هي جهاز المناعة النفسي؟ جهاز المناعة النفسي هو الاب والام من 3 سنين الفوق عندهم الحق في ولادنا. راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب، كياكلو باش كياكلو بشخصيته بقوة شخصيته بذكاء. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 6 إلى 8 مساء. مساء الخير على كل المستمعين الاوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح، دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي. مساء الخير بروفيسور. مساء النور لسناء، مرحبا لله. موضوعنا اليوم بروفيسور حول الاب اللي تيكون مطلق عنده ابناء من الزواج الاول وكيتزوج للمره الثانيه، والزوجه الثانيه يعني كتعيش الابناء ديالها في واحد الضغط، في واحد القلق متواصل داخل البيت الاسري باش يكونوا افضل يعني من ابناء الزوجه الاولى، ودائما كتوضعهم في مقارنات وفي منافسة، مما تيأثر على الجو الأسري وتيأثر حتى على نفسية هاد الأبناء. فبروفيسور يعني شنو الأسباب النفسية اللي ممكن يعني تخلي الأم تقوم بهاد السلوكات وهاد التصرفات مع الأبناء ديالها؟ واش هو خوف منها ولا عناد وغيره يعني من الزوجة ومن الزواج الأول؟ هو الحمد لله في الفكر هناك صيغة الظاهر وصيغة الباطن. المفكر اللي نعم عليه الله بنور القراءات المتعددة هو راه بحال ان سونار. سونار اللي ما كيقدرش واحد في الغواصة يشوف عن بعد يدو، لكن هذا الجهاز هذا كيقدر يخول ليه يشوف عن بعد 600 متر واكثر. ففي الظاهر من الأسلحة المعتادة ما بين الرجال والنساء هو يسمم الواحد، واحد كيبغي يسمم الآخر، لهجة كيقول ليه ركب فيا الغديد. قلت لكم الفصحى كتعني تحريك الغدد، وهي هذيك الآليات الصغيرة المتواجدة في لو تيسو باسيف، تيسو مو أو سوا ديزون باسيف باسكو ريالمون إلي با باسيف. في الظاهر هو تسميم واحد الجهه اللي كتعتبر بحال حرب قائمه، وهذا داخل في جهاله. ناس ما قسمش عليهم الله يستمروا في واحد الحياه الزوجيه، صافي وقعت الخصومه متعدده، اوقع اوقع اوقع. فهنا كتنوض السيده اللولي مطلقه ترسل البولتان ديال النقط لباهم، اولا كتقول لولادها سيروا دوا لباكم النقط، سيروا دوا ليه النقط يشوفهم. لقيت اللي واحد المره الثانيه عندها وليداتها يلاه تيتعلموا هذا وتيتموا جايين لوليدات الاولين بابا حنا جبنا النقط، في الظاهر كيفرحوا بهم. لكن القراءات المتعددة لابد من إحساس بالضعف ديال المرة الثانية كتقراها، ها هي كتسمم فينا، ها هي بغات تخرج لي على داري. فما كيكونش واحد الثقافة، وما عندناش حنا في العالم في العربي الثقافة ديال نفرغوا الغداد الغدايد بلا ما نوصلوا للصراع والاصطدام. مازال ما عندناش، كيبقى دائما بعدهم يتشحن 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 وتيديروا قنبلة. فكتبقى هذيك الام دائما تتحرق في نفسها ودير واحد البنيه حربيه لولادها باش تجعلهم يوصلوا لواحد المردوديه اللي تقدر تتباهى بها حتى هي. هذا في الظاهر.
أما في الباطن قواعد أخرى. ما هو دور الفونتاسم؟ الله يستر الحريري كده. سي كو لا فونكسيون دي فونتاسم؟ وشنو هو الفونتاسم؟ الفونتاسم هو واحد النوع من حلم اليقظة اللي كتصنعه النفس، لأن لوموا العقل له الخيال كيخدم بالإيماجينير، والبسيشيك يخدم في الفونتاسم كيمشي ليه الموضوع ديالو فيه. الوظيفة ديالو الأولى، عدد من الناس كيتحبوا بأن الفونتاسم هو تفسق أو زندقة فكرية مآلها ومجالها المتعة الجنسية. أبدا، هذاك راه لوبجي أبارون ظاهر، هذاك سي لا تيت دو لايسبرغ، بحال داك الجبل الثلجي اللي في البحر وباين غير داك الراس ديالو، داك راه هو لوبجي. أما الأكبر ديال الجبل الثلجي لايسبرغ، النسبة الكبيرة راه تحت الماء. حنا اللي كيهمنا كيف قلت لكم هو القراءات المتعددة بحال السونار، هو ما خفية كان أعظم. فلو فيغيتابل أوبجي دو فونتاسم سي ديفاكوي لانغواس. اي إليا دو تيب دانغواس. الوظيفة الأولى للفونتاسم اللي هو الخيال اليقظة وهو حلم اليقظة اللي كتصنعو لنا النفس، هو تفرغ منها شحنة ديال الخوف. والخوف في المجال النفسي نوعان، لانغواس نيفو بسيشيك، إليا دو تيب. خوف مصدره أمر واقعي، مرض، ملف في القضاء، إفلاس مالي أو فمن اللي كتلقى بأن الشخص ما عندوش هذه المشاكل، ما عندوش مرض، ما عندوش كنمشيو حنا في التحليل هنا وكنحطوا عينينا ونحطوا النظر ديالنا، النظر الفكري ليس البصري، على أن لانغواس اي دو تيب انكونسيون، هو خوف ماده نفسيه. وكنمشيو نقلبوا منين تيجي لانغواس برودوي في لانكونسيون، منين كيجي؟ ما لقيناش في الغيه، ما لقيناش في الواقع اسباب حقيقيه غتولد لنا القلق والخوف، ما لقيناش في الواقع، صافي كنسدوا لنا في الواقع وكنهتموا بالبسيشيك. ساشون كو لو فونتاسم لا فونكسيون ديالو سي ديفاكيو لانغواس، وحنا عندنا دو تيب دانغواس، واحد واقعي وواحد نفسي، وما لقيناش الاسباب الواقعيه اللي غتولد لنا الخوف والقلق والتوتر، كنمشيو للنفسي اشنو كنلقاو؟ هذا التفسير ديال البروفيسور جاك لاكون العبقري اللي خصنا على الاقل 50 سنه اخرى باش نقدروا نستوعبوا لي كوغولير لي زاكسيوم لي تيوريم اللي وضع هذاك السيد. هائل 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 هائل. شنو تيقول؟ تيقول لك L'origine de cette angoisse, c'est l'affect, qui demeure accroché à la faillite de représentation d'insignifiant. La rue. Et là, nous sommes jamais le fna. L'image bouge le hal, il croit que nous sommes le fna, ou il m'a le fna. Et là, nous sommes le fna. Et nous sommes le fna. L'image bouge le jamais, il m'a le fna. ونقل الاجوبه ديالو. وعجبه ديال كيجي لاذاعتنا وكيجي لبرامجنا وياخذ الاجوبه من عندنا وما حملناش. سبحان الله. ونحن نحبهم، والله انا بدا احبكم. وحبي لكم مجرد من اي طمع وخوف من نوع ثاني. اما الاول لا محال، لا وجود له. فلوغسكو اللي كيوقع لنا لا فايت ديال لا رياليزاسيون دين ريبريزونطاسيون ا بارتير دان سينيفيا، مثال ما هي اللذة في النكاح وما قياسها؟ سيده قرات نجحات دارت خدمه عندها واحد سلوك مستقيم، عندها تزوجات، عندها تمثل تصور بان المتعه في الزواج في النكاح هي كذا، شويه كتعيش هذاك الحال وكتلقى بان هذاك المتعه اللي حقات راه ناقصه، راه مدقدقه، راه واقيلا كاع حتى ما كايناش.
ولكن ملي تصدق الخبر بان راجلها راه كان مزوج واحد المراه وطلق منها وعنده ولاد معها، كطرحي السؤال واش هذيك المراه حتى هي حسات الاحساس مع راجلي، ما باينش عليها في التصاور، ما باينش عليها في ولادها. هاد الاجوبه هذه كتخلق لنا تمثلات، هذوك التمثلات ما تيعطيوناش الاستقرار، باسكو اون دو ابوتير لا كونستانس، يعني خص لا ريبونس ديال اللي حضرت لي في نفسي وفي بالي، خصها تزكي لي العاطفه، خص الفؤاد ديالي مابقاش متحرك. تبتنا شويه ما كتثبتش. اذا هنا التمثل لا ريبريزونطاسيون كو جو فيان دافوار ا ترافير سيت انونسي، ملي كتقول هذيك السيده هاد الجمال ما زادها الا حرقه، ما زادها الا لوعه، لربما حتى انها كتردها منافسه ديالها في زوجها ولو انها طالقه ديالو. فكتجي هنايا كيحضر هذاك لونغواس من نوع ثاني، ما عندهاش شي حاجه حقيقيه تبني عليها. وشنو كتلقى وراه؟ اللي كتبغي تزولو كتلقى حقات متعه، كتلقاها حقات نشوه، حيت هذيك الليله اللي هي دعقات في الغدايد ديالها في التسمم ودخل عندها راجلها فرحان وتخاصمت معاه، هذيك الليله ملي مشاو تتلاقاو مع بعضياتهم لا غدا لقات نشوه. قلت اواه، ملي كان بالي هاني ما مدخلش هذا الموضوع ما كنت نحس بوالو، وملي ولات هاد الفقصه هادي تتغدد فيا وهاد الحال هذا، وجا عندي هاد العوج د الراجل عندي وغضبان عليه وطالع عليا الدم حيت ولادو كيجيو يسمو فيا وانا كافره وانا كذا، حتى شويه كنلقى راسي زدت وكذا، الامور فين طلعت؟ كتولي النفس واخده واحد لا فالور بحال ميزان الحراره. كان في العادي عندها ميزان الحراره 10، ملي دخلت لهاد لا زون اللي فيها الفونتاسم ولونغواس وفيها لافيكت ديال لافايت دو لا ديمونسيون دو ريبريزونتاسيون دو سينيفيون، وهي تلقى 19، النفس كتحماق على الحاجه. هي اقوى نسبه المتعه تحققها فين ما كان، في الصحيح ولا في الخطا، في الصواب ولا في الجنون، هذيك القيمه راه هنا فين كتوقع لافايت دو لاديكسيون. دوك الناس اللي كانوا ادمان على الزنا او لا ادمان على الخمر ولا، راه فين كيصعب لا غيريزون ديالهم، فين كيصعب العلاج ديالهم، لان لانكونسيون شاد اعلى نسبه المتعه تما. علاش كنقول لكم الحب راه صنعه؟ لان خاصك تحقق في جهه الاستقامه نفس النسبه اللي حققتي في الجهه الاخرى باساليب اخرى. وهذا حلقة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما خلال البرنامج بكل وضوح. غادي نعملوا فاصل إعلاني ونرجع مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية على 05 22 46 72 50 51 52، أو 05 22 43 00 09. ورجعنا لكم مستمعينا وغادي نمشي مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية. ناخذ أول مكالمة معنا من خارج المغرب، معنا جميلة مقيمة بباريس. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ مامون دريفي. مرحبا. أهلا لالا سناء. مرحبا. جو سي فريمون تخوفلي جو سي با كومو. مرحبا بك لالا. مرحبا. مرحبا. ربي يخليك. مرحبا جميلة. بون انا استاذ بغي نسول، جو في دي كريز دونغواس غيال ولوطخ. نو فريمون فريمون دي فري كريز دونغواس. لا ولكن بازي سوغ ان في غيال ان فيت ولا ان في انكونيو، غنقولوا حنا انكونيو جوردي، ما نقولوش حيت لمشنا دخلنا في اف دو اكس ديال لا ماتيير دو كو جو فيان ديفوكي. تفضل. لا لا كان ان فيت سي بوكو دو فاكتور ان فيت. ديجا نقول لك الوالد ديالي ديك الساعات كان عمل واحد العمليه في فلاتة ديالو، كانت عنده اون ميموراجي بقات دو سابري سويت ا اون شوت، ولو طون فاش قالوا لي راه بابا فتح وداك الشيء لو لوندومون، وانا ديجا فتح وانا ما انا هنايا كنحس براسي في الغربه وبعيد وبعيده، وكان عندي مشاكل مع راجلي على ليبوك وبلان دو شوز اون فيت بلان دو فاكتور اون فيت. سكيفي واحد الليله حسيت براسي كنعطي لبناتي تعشى ولي بغوسي فودون فيت سوسي سولا، اي دوكو حسيت بقلبي قلت صافي هذه الموت اللي جاتني. انا مازال جميله la Jamila, on va changer l'expression. Vous permettez? Vous n'allez pas employer le terme angoisse, vous allez employer le terme vibrer. D'accord. D'accord, d'abord, l'expression d'Yelk, vous n'allez pas dire je fais des crises d'angoisse, vous allez dire je vis des états de vibration. Il m'arrive de vibrer.
بالك دابا فهمت غادي نديرو غونبلاسي لو مو بار. يلا كمل عافاك. وديك الساعات فاش حسيت بسميتو مع راجل كيج مع الطار. ما انت ما سميتيش لو موفي بري، قلتي ما سميتو. بون دابا راني كنتيستي فوتر كاباسيتي ا ايتيليزي لي ميتافور اي لا سيبستيتيسيون سينيفيانت. داكور بون، انا اللي حسيت بلي سامبتوم هادوك ما حسيت هادوك. انا غادي معاكم طوريال سميتو عليه هذاك هادوك. زيد دابا غير فيما تجيك هذيك ليكسبرسيون اللي غتستعمل فيها كريز دونغواس، قول كان فيبري، قول جو فيبر. داكور جو فيبر. الوغ سكي فانا حسيت ديك الساعات لو كور جو دي سي اون كريز، سادير غادي تجيني شي ازمه قلبيه. وبناتي مع بانيكيت وراجلي ما كانش في الدار، لو طون باش نعيط للميدسان ولو سامو فوالا اونتر تو سا لو تروبلومون تو سادير ما عيشت واحد اللحظه غريبه ملي كنرجع براسي. صافي نوفمبر 2013 ان فيت. و سكي في بقيت واحد تقريبا واحد شهر على هذيك الحاله، مره يجوني لي سامبتوم لي زوغي، مره هادي، مره مشيت حتى دوزت التوتو. واحد النهار مشيت عند ميدسان تريتون، سي لوي كي ما لي صيفط لا كوليك ديالو اللي دي جوستمون كوم سا جو اونتوندر فوتر اوغي. حتى هو جاب لي الشك ديك الساعات وعيط لي لومبيلونس وداوني لي زورجونس وبقيت توت في جورني تما يديروا لي لي زاناليز وهادي وخرجت كون كوا مدام فو افي ان بروبليم سيشيك. فوالا. شحال في عمرك يا جميله؟ بيانتو 41 عام. Vous avez combien d'enfants شحال ولادات؟ عندي جوج نيتات. شحال في عمرهم؟ تقريبا بيانتو 11 عام بيانتو 7 عام. شنو العمل ديالك يا لاله؟ انا ما خداماش. Depuis toujours. C'est-à-dire, ملي تخرجت كنت درت دي ستاج وملي جيت فرنسا ما بقيتش خدمت. Vous avez fait quel type d'études? J'ai fait bac plus 5. J'ai un diplôme d'ingénieur d'état au génie civil. وما خدمتيش حتى في حاجه من بعد هاد الدراسات؟ تقريبا نو، ملي جيت لهنايا مع تلهيت مع البنيتات وعندي اون اوسي ان اوتر بروبليم كونسيرنون مي زيتود سي بتاتر جو ديزي مال اورينتاسيون اوسي سادير لقيت راسي بان داكشي اللي درت سي با سكو جو فولي فير. فوالا وجيت وعندي سادير جو بروتيج مي في سون ازماتيك دون تو سا، ما بغيتش نخليهم لحد اخر طول الطون سون مالاد افيك الجو اللي كاين في فرنسا و سون مو سي جو ديفلوب دو لاسم دو فيان اون ادمي. بون بالنسبه للكريلا جميله، واش حققتي الحياه اللي كنتي كتحلمي بها؟ اش غنقول لك دكتور؟ غنقول لك بانه هذا سادير ديزون كنقول من ناحيه انني سادير ما حققتش داك الشيء اللي بغيت. شنو كنتي باغيه؟ باغيه انني مثلا نخدم هكذا نيت ونحقق ذاتي، حتى انايا كنشوف الناس كيجريو، العيالات كيمشيو في الصباح يجريو ويخدموا وهذه مو جو ترافاي لا جو في سا سوسي بارفوا جي اونت ميم دو دير كو جي ان ديبلوم. Parfois, mais que ça m'arrive de temps, parfois qu'un goul, le head d'un jour, il me dit tiens, t'as un diplôme, tu travailles pas, tu fais pas. Mais la Jamila, elle a quitté Bélia, mais elle a un d'exorouba l'imagination. Vous avez une imagination réduite. Oui. Est-ce que c'est le cas? L'imagination qui permet de créer, qui permet de varier les styles. C'est-à-dire. ماشي دو كريي ستيل في الباس ولا نو لا، سيتادير تبدع افكار شي بحال هذاك البوبليسيتير تيخدم مع شركه كتبيع الزيتون تيبدع عليها في الزيتون، شويه كيجي واحد كيدير ماكياج كيبدع عليه في الماكياج، شويه كيجي واحد كيبيع السيارات كيبدع عليه في السيارات، نفس الشخص افكار متنوعه واذواق متعدده في مجالات متعدده، علاش؟ لان عنده ليماجيناسيون فيرتيل. فاين انت من هاد من هاد من هاد الخيال المبدع؟ واش كتحس براسك عندك الخيال المبدع ولا ما عندكش؟ عندي عندي بارفوا كنقول عندي هادي البروجي، عندي غندير هادي غندير هادي وكنصدق ما دايره حتى حاجه. عطيني شي مثال في شي حاجه فكرتي فيها. لاني ديغنيغ قلت غادي ندير لوازير كرياتيف باغ اكزومبل، جو مي ميتر دون دي تروك دو بيرل دو فانتيزي بحال هادي، وشويه نقول غندير عاوتاني واحد لا كوبين ديالي ستيليست حتى هي يمونكوراج باش نديرو شي حاجه في كونسيرنون لي كافتون اي تو سا، مي اشاك فوا جو مي ديزي سي با مون تروك سي با فوالا جو مي
وجوج لحد الان ما عارفه شنو غندير. حتى ملي مشيت العام اللي فات نقلب على الخدمه وقع لي لي كريز دونغواس وما قدرتش نكمل. اي مونغيونتي فور اون فورماسيون بور سافوار كي فودرا فير اي جي لي رابي باسكو ان فورماسي لي مالاد. لاله جميله غادي نربط لك جوج المعلومات اللي غيبانوا لك متناقضين. ثبتي راسك قدام هاد المعلومات واخا غيبان لكم متناقضين، واعطيني المستوى اللي انتي عندك منهم. اي شخص لقيتي عنده صعوبة في العمل ما قدرش يخدم، كاين كنقول كاين المشكل الاقتصادي، كاين المشكل ديال العرض اكبر من طلب، كاين اسباب ديال اختيار المقاولات لواحد النوع من الشخصيات، كاين بزاف الاشياء، وكاين علاقة الشخص مع الطاعة، بمعنى كاين اللي ما تيقبلش الطاعة. كاين شي حاجة من هاد الشيء لاله جميلة مع هاد الفكرة اللي قلت واخا متناقضين في المجال ديالهم ظاهري؟ لا لا عندي انتي مطيعة. انتي مطيعة مطيعة نو جو سي روبيل. هاني قلنا فوالا هاني قلنا واخا كنبان زعما مدايرة. ربي عليك انتي بعدا صريحة. لاله انتي صريحة حيت شتي راه الطاعة راها محسوسه وملموسه عند الاخر. شتي فيما تشوف شي واحد كيقلب. علاش دابا حنا عندنا مشكل في العالم العربي وفي المغرب ديال لوطو امبلوا، ما تيقدروش الشباب ديالنا يمشيو للمقاوله الخاصه. شخصيا انا كنقول لهم ما تشوفش ليها، انا تنقول لهم انا غتمشيو للحبس. باقي ما عندناش تاطير قانوني تجاري، باقي ما عندناش العقار للمقاوله، فعندنا شعارات العالم العربي كيروجها كيروجها في الدول العربيه والمغاربيه كتروج الشعارات. وانا كنقول المقاول الشاب العربي ما تمشيش للمقاوله عندك. سير كون خدام عند، كون متعلم عند، صافي. وإلا تبناتك مقاوله او معلم تبنى قال لك ولدي انت عجبتيني وفي صناعتك معلم في الاعلام يدك معلم، غنعطيك واحد السياره ونعطيك واحد الكليان ونعطيك واحد المحل دير فيه الماتريال ديالك والطوموبيله وخدم عند هاد الناس في اخر الشهر جي نتحاسبوا. الا دار معك واحد هكا سير دير معاه المقابله. اما بوحدك من ذات راسك ما تقولش بحال اللي قلت للسي سمير البارح، ما يكونش عندكم الحباب هذاك الفونتاسم ديال الباترون ديريكتور. راه ما عندناش المقومات ديالو، كاين في امريكا كاين في اوروبا. العالم العربي البليد ينعم في جهله الى الابد، ما عندوش ويبقى حاصل. ما حد عنده فلوس ديال البترول وديال الغازات وديال الموارد الطبيعيه راه غير قحل. حدو يتقضاو ليه هي العالم العربي الموارد الطبيعيه غتخلص. فهنا نصيحتي للانسان يبادر يمشي يشوف في نفسه المقام اللي عنده مع الطاعه ويجتهد تما. طوع نفسك للناس كاين ما كيتقبلش، راه ما كيتقبلوش لان كيكون حامل شواهد. كيغير من بلاصه لبلاصه. خير يكون عندك باك بلس 7 باك بلس 6 باك بلس 5 ماستر بلس ام بي ماستر بلس ليسونس بروفيسيونيل دو فوا ليسونس، وتيمشي يخدم في واحد المقاوله وتيستقبلوا واحد عنده نيفو باك، ولكن تصاب الشركه ديال بوها واش غادير؟ تحيدها ليه؟ وما يهدرش معاك حتى في فرونسي يقول لك تو لا تو دي كوا دو لي زيت تو فيك على زيت تو تفعل تفعل زيت تو تفعل زيت دونك اكين حتى الاخر كيتصدم. لا تما فين طوع نفسك. شوف لو بروفيرب شينوا لو بومبو ايل بلي مي زين نو كاس با. علاش لو بروفيرب شينوا تيقول لك البومبو القصبه قال لك تطوى وما كتهرش. لقيت عمرو خالد سارق هاد البروفيرب يا ربي من الشينويه وكتبوه في الموقع ديالو على اساس عربي. لا يا ولد عمي يا سي عمرو خالد راه البروفيرب شينوي. مرحبا. اذا مستمعنا نواصلوا باقي المكالمات معنا هدى من الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هدى علاش مخلوعه بنتي؟ مرحبا بك. دخل الحمام من راسك الرجفه. الرجفه غنحولوها رهفه. انت راك عارفه الموسيقى الحرفيه زين من الرجفه الى الرهفه. مرحبا لاله هدى. علاش مشات هي الرهفه؟ لان باديه بها ديال هدى. نعم حيت قلتي من الرجفه الى الرهفه وشديتي في حرف الهاء، والهاء هو اللي بادي به الاسم ولو انه مستعار ديال هدى. نعم يا ولدي انا هادشي هذا الشيء كله قلنا باقي ما سمعتي والو. هدى تفضلي. مرحبا تفضلي. عندك شي تساؤل؟
نعم البروفيسور شنو قلتي في شوفي يا بنت عمي تعاود الهضره راه بالفلوس في الاولى فابور ثانية غتخلصي ماشي مشكل مرحبا بك شحال في عمرك 23 سنة قلت لك قلتي الرشفة ومن بعد حولتي قلتي الرهفة قلت لك انا مشيتي لها اللي بادية بها هدى اللي انت عطيتينا كاسم فهمتي على فكرة غير اسم مستعار راني عرفت راني قلتها قبيلة قلت لك راه ولو انه اسم مستعار مرحبا وعندك تحاب شتي دابا اختيارك لهذا الاسم المستعار كتحاب بانه مجرد من المعنى راه فيه معنى الله Dans le rapport métaphorique et métonymique, le signifiant, c'est lui qui nous accroche. مرحبا الله وداد تفضل. الله يبارك فيك يا بنتي. أنا كنحمق على روسيني. واحد الكومبوزيتور إيطالي روسيني جادور. ربي كيقولوا لي زوروبيان بعد ما أمات موزار باش يحيد الحزن على الموسيقى عاود خلق روسيني. اللي بغى ينشط يسمع الموزار واللي بغى يتفنن يسمع الروسيني. مرحبا. تفضل هدى. شكرا. بروفيسور انا من الناس اللي كيتصنتوا لك بزاف يعني شحال هادي تبارك الله عليك والله يجزيك بخير يعني ولكن انا مشكلتي ما كنستفدش من الهضره ديالك مرحبا يعني ما عرفتش بزاف الحوايج اليوم انا سعيده الحضره فرحانه بزاف جرات على الله وشد ليا الخطر يعني شحال هادي وانا كنتصل بكم شنو نقول لك 23 سنه خرجت من الكدريماني من بعد من بعد شوية تزوجت من بعد 6 سنين من اللي خرجت درت واحد تكوين تزوجت شحال كان في عمرك؟ تزوجت من 22 سنة يعني ماشي بزاف يعني هادي عام باش تزوجتي؟ عام لا عام ونص يعني تزوجت من 21 من بعد تزوجت ما عرفتش ما كانش عندي تجارب هذا من بعد وليت كنسيطر بزاف خرجت ديتا هو باقي صغير تنبغي فيا شنو فيا بعدا مسكينه الله يرحمها قالت لك فيا قالت لك فيا وهي ترجع راسها قالت لك شنو فيا بعدا جادور هاد لانتروسبكسيون اكستيريور والله ما كنحس براسي اشنو لانتروسبكسيون التساؤلات الوجدانيه غالبا كنديروها باطنيه انت درتي تساؤلات وجدانيه خارجيه باطنيه مانيفيك تفضل يا بنتي بزاف تنغير بزاف بلاقيات لدرجه ان الغيره ديالي تديرونجي بكايه بلاقيات حساسه عصبيه في اللحظه لاصي بزاف تنبغي نتملك ما عرفتش بزاف الحوايج كنلقى راسي ما عرفتش كنخاف من الفشل بزاف كنخاف لان تفرق كنخاف لان تفرق عليا بزاف لاله هدى تبع معايا عفاك واخا مستعده؟ وي نركبوا في واحد السفينه عندنا هنايا في الراديو ماشي مشكله بروفيسور انا بغيتك تدخل فيا طلعه لا 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 لا, لا هذا الباب ديالك يا بنتي بعيد كل البعد على الشخصيه انا فوقاش كندخل في واحد ملي كنلقى ان في الكاركتير ملي كنلقى فعل ديال الشخصيه تما حيت الشخصيه هي راه بحال النقش عندنا برا رخام وعندنا الداخل محد البيض انا تنجي كنجبد هذاك الصخر اللي يركب فيا سيدي ربي من برا بحال ميتيوغيت وكنجيو تنتزلح انا وذاك الشخصية الاخر كنحيي الطرف مني باش نحيي الطرف منه اما المحل داخلني هذاك راه محافظ عليه من اللي كيقول واحد الشخص انا كنحب واش تقتضي هذه الجمله في تحقيقها علم ولا يمكن يحققها الجهل اش قالت لاله هدى مكانش حال نجهلو كيحبو يعني ما كنختاروش الانسان اللي غنحبوه دابا واحد جاهل ما عنده ذكاء ما عنده قرايه ما عنده والو ويقول على فمو كيحب غيعيش الحب غيعيشو ماشي بالمنطق ولا غادي ولا غادي يعيش الاستهلاك الفعل النكاح المهم غيعيش شي حاجه هو غيسميها الحب يعني المقام ديال الحب راه عالي علينا شنو هو بالنسبه لك المقام الحب شنو هو شنو كيميزو يعني شنو كيميزو اعطيني شي تصور ديالك عليه تصور ديالي يعني الوفاء الاخلاص يعني تدوف الشخص انك تبغي العشق تغرم به بواحد الدرجه تبغيه حوايج خايبين فيه ولكن مع ذلك كتسد عينك عليهم ما كتحسش بهم الحب بنتي تيميزو الشعر والغناء يعرف في مجال الشعر والغناء من دون شعر ولا غناء من دون ثقافة ليس هناك وجود للحب فلا بغيتي تعرف الحب
غتمشي لعند الازليات ديال ام كلثوم وتمشي لعند الازليات ديال محمد عبد الوهاب وتمشي لعند الازليات ديال عبد الحليم ديال فريد الاطراش ديال اسمهان ديال 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 الشعراء العرب القدامى غتلقى بانه اش كيقول نزار القباني ان لم يكن الحب موجود لابتدعناه لما كانش هاد الحب هذا غنبدعوه غنخترعوه فهاد هاد الشخص اللي كيمشي للواقع باش يوجدو تيمشي الشخص للواقع هو راه فين موجود هو راه موجود ما بين الابداع الخيالي والابداع الفكري العلمي راه موجود في هاد الانترسيكسيون بيناتهم جوج في خيالي بوحدو كيدي الحماق كيدي الجنون في الابداع الفكري العلمي كيولي اوبسيسيونيل كيولي قاصح كيجمد ما بين طرف من الخيالي وطرف من الابداع الفكري العلمي الفكري العلمي كيعطيه العقلانه والخيالي كيعطيه النشوه يعني بجوجهم خصهم خصهم بجوج فالشخص ما عندوش الرقه وما عندوش الذكاء راه ما يفرحش به والذكاء والرقة تيجيو مع العلم إنسان اللي قاري وقاري علم بصح ماشي مكتسب معرفة راه كاين لي كومبيتونس وكاين لو سافوار إنسان مشى قرا وجاب غير الكفاءة من العلم ديالو هذاك راه ما غادي يحقوش وواحد مشى غير الإبداع ما مشاش جاب الكفاءة راه ما يحقوش الناس كيسحبوا غيلقاو عند الملحين وغيلقاو عند المغني وغيلقاو عند الرسام راه ما غيلقاوش غيسحبوا غيلقاو عند المهندس ويلقاو عند الطبيب ويلقاو عند الصيدلي راه ما غيلقاوش راه خص يكون عندك عرف المهندس ودقه الرياضي ودقه الطبيب ونشوه الرسام ورقه الملحين وذوق واحساس الفنان خصهم يتجمعوا بجوج لهذا عطانا الله لو سيرفو دووا لو سيرفو غوش فهنا خص في ثقافتنا لولادنا وفي عائلاتنا علاش لي زاميريكان دازو من الكويفيسيون انتلكتويل للكويفيسيون ايموسيونيل لان لقاو بان الارضيه الصالحه اللي تجعل الانسان يكون متزن في الميزان ديالو هي الذكاء العاطفي الانتيليجونس ايموسيونيل جعلوا من الاحساس ان اغريغا كي ابورت اون انفورماسيون كازي بريسيز كوم سي سيتي لي زيو دابا ملي كتشوف فيه راني بنادم كتشوف فيه كتشوف واحد الجسم عينك ما كتخونكش غمض عينك وغتسمع ليا والاحساس ديالك غادي ينقل لك الصوره شي هذيك الصوره اللي غتنقل بالاحساس هذيك راه هي الانتيليجنس ايموسيونيل كنخدموا بواحد البروسيس وبواحد الانستريمون ان اي نوتر كاباسيتي عندنا 5 سنس اي لومباتي لومباتي سي ان سنس بسيشيك ايموسيونيل كيعطينا المعلومه بحال العين بحال اللمس بحال الشم بحال الذوق بحال السمع ملي كنسمع النوت ري راه ما كنسمعش فا ملي كنشوف غوج راه كنشوف غوج مع ذلك لا عندي شي بروبليم في السيلول فهنا هدى عندها ذكاء ما سقلاتوش عندها رصيد كبير فين تخزن المعلومه ما عمراتش بحال شي واحد عنده موطور دو ريشيرش وما عندوش وراه باز دوني اكو سا سير ها هو الموطور دو ريشيرش ولكن باش غدير ليكستراكسيون وتكروازي ودير الماتشينغ ديال لافورماسيون لون فيزافي د لوتر ما عندكش لا باز دوني كيتبقى الموطور دو ريشيرش واقف شنو اللي صيدها الزغبه الزربه تنقولوا حنا كل مزغوب مكعوب اش كيقصدوا بالمغاربه هو الكعبي هو داك اللي كيمشي بالجرا بالحفه حتى كيضرب شي حجر وتيقلع الظهر فما عرفاتش مقام الصيام والفرمله كتفخر عندنا البنت 15 عام جيت معها كيجي دم الحيض وزوج ولكن ما كنشوفوش لا كاباسيتي مونطال مش قادره ولا شنو هي لا كاباسيتي مونطال هي اشنو قريتي
واشنو خديتي من تجارب، ماشي زعما التجارب كنقصدوا بها خص واحد يتصحاب ولا ودي الله يهديك، ما ماشي هذا المقصود. التجارب هو انك تاخذ واحد الوقت ديال التاني ودير التامل وتستفيد من تجارب الناس. فالوقيت اللي كتصوم تتكبح الفرمله والعجله ديك الزربه ما كتوليش مزغوب، كتقول لها حبس، وكتكون عندك اللهفه راه ذكيه راه استعملت لي سينيفيا. دابا علاش اختارها لو سينيفيا هدى؟ قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى. النفصل وقيلك مستمعينا الى سمحتوا غادي توقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا باقي المكالمات اللي كتوصلوا بها دائما في برنامج بكل وضوح. لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح، نواصلوا باقي المكالمات. تفضل بروفيسور نصيحتك لهدى والجميله اول مكالمه، نواصلوا باقي المكالمات. هو ملي كيكون الانسان كيعوم في البحر وكيشدو الواد، الا بغى يسلك خصو يمشي ضد الضوء، خليه يجرك غيدخلك شويه لداخل وغيتخلع لواحد واحد شويه، وخصو يثبت ويجيب واحد الدوره، وما عمره ما يخرج في الموضع اللي دخل منه. ما اللي عام ودخل مشى لبلاصه غارقه وكان الواد، ما تحلمش تخرج في البلاصه اللي دخلتي، يخرجك بعيد بلاصه اخرى وغتمزاي على رجلك وغتسلك. الحب بغيتي تبنيه كيخص الانسان يمشي يحقق حرفه ولا دراسه، استقلال مادي ونسبيا. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا جددوا ايمانكم بملاقاه بعضكم بعض. واش كل اللي ارفع مقام، واش الحب ولا الايمان الاحباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا ان الايمان لا يبلى، الا كان الايمان تيبلى اش يطر الحب. فكيسحبوا الناس ان الحب هذا خصني نزوج ونسد عليا في الدار ونكون زويونه ويكون زويون راجلي معايا ونطيبوا طعيمه ديالنا ونتفرجوا في فيلم ونخرجوا نمشيو للسينما وقهوه. غتملوا، ما غتبقاوش تحملوا بعضياتكم، لان هذا هو اللي كنقول لكم البلد، هو هذا البلد. اما هو خاصك تحضر باش يحضر، تتحضر ليه شحال من نهار في الاسبوع باش يحضر لك واحد السويعه في الاسبوع، تحضر لي شحال من سيمانه في الشهر باش يحضر لك واحد الايام في الشهر، تحضر لي شحال من شهر في العام باش يحضر لك واحد الاسابيع في العام. اما اللي تتشوفه تيقول عليه راه عايشه يومه وساعته ونهاره وعرفه راه فونطاس معك يحلم، هذاك راه كيتوهم، حيت هو خصو التحضير. وشحال خصك من زيتونه باش تخرج يطرد الزيت؟ شحال خصك؟ يلا شوف انا دابا كيلو ديال الزيتون كيعطي يطرب او بدل، لان فيه الحشلاف وفيه العظام وفيه شحال. فهنا اي امراه، اي راجل شاف راسه في حياته الزوجيه مخنوق قنطان ما هواش، سير سولو شحال من كتاب تيقرا، سير سولو سولها شحال من برامج مفيده كيتفرج تلفازه، سير سولو سولها راه خص قاعده ثلاثيه، يكون القول النقي، تكون الصورة المنظورة واللي تنتخيل النقية، ويكون الحال اللي كنحس به النقي، وراه عنده جلالة تيحضر. تكون قولك ملوث يا مع نفسك يا مع الناس، وتكون الصور اللي كتشوف في التلفازة ولا في الانترنت او اللي كتخيل ملوثة، وكل الاحاسيس اللي كتحس يا بوحدك يا بحضرة الناس ملوثة، الله فرحتي به. وشكون اللي غادي يعطيك القول النقي ويعطيك الصورة النقية ويعطيك الحال والإحساس النقي من غير العلم؟ أوريني، تفرج فيلم السينما واخا هو تيهضر قدامك الممثل وراه كل واحد كيشوف فيه، أي زعما كلهم كيشوفوا ليه في عينه، والممثلة تحضر لك في التلفازة واخا تقول لك اللي قالت، اي زعما كلشي كيتصنت وكيغض البصر وكل واحد كيشوف. ومن اللي كيشوف سيدنا رسول الله بغى يدير هذا الامتحان هذا ودارو، قال الصحابه
عندي واحد الدرع اخضر واحد الدرع احمر. وقال الصحابة اللي صلى الله فيكم جوز ركعات وبقى مزقي عقله ما نفالت ليش عقله على الصلاة ياخذ واحدة فيهم. قال لي سيدنا علي انه نبدأ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي يبدأ صلى ركعة الركعة الثانية ويسلم. قال لي هم درعوا وما في مصدق وانت تكذبوش. قال لي يا رسول الله ركعة الأولى تبت راسي الركعة الثانية بقيت كنقول إن قيل هذا غيعطيني واش الحمراء ولا الخضراء. قالك هذا هو حال النفس ما تشدهاش كتنطلق بوحدة بحال الريح. شو واحد يتحكم في الريح كيحلم. فنصيحتي للهدى هاد لا جالوزي مالاديف هاد الغيرة اللي كتقول هاد التحكم حيث هو الزوج بالنسبة للزوجة الرجل بالنسبة للمرأة والمرأة بالنسبة للرجل في الفونتاسم هو اللي غيحقق لي المتعة ديالي في التخيل في ذاك الحلم يقضى في الفونتاسم سي لوم كي فا كومبلي لا فام اي سي لا فام كي فا كومبلي لوم سي تا ميت. هذا حلم هذا خرافة. هذا سوني ني لوم كي فا كومبلي لا فام ni la femme qui va combler l'homme, ni l'homme qui va combler l'homme, ni la femme qui va combler la femme, ni les femmes qui vont combler les hommes, ni les hommes qui vont combler les femmes. Dire les permutations liberty, dire les combinaisons liberty. Ce sont les réalisations injazat, les qui wulid hal ilm, les naja al fikr al mubdi'. Ordre les khbar. Nakhdou mukallama okhra Iman min Marrakech. Allo. الو الو ايمان الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور الدريبي فرصه سعيده دي انني اتصل بك. مرحبا لاله ايمان مرحبا بك. الله يبارك فيك. انا اتصل بك بخصوص ماشي ما غاديش نقول مشكل ولكن دابا انا والزوج ديالي تنطاقوا في المسائل ديال الابناء. انا عندي جوج وليدات واحد عنده 5 سنين وليد عنده عامين ونص تقريبا. وتنذكروا قلت له انا غادي نتصل دابا بالدكتور دريدي واللي غادي يفك بيني وبينك ان شاء الله الا وفقنا سيدي ربي. لاله مرحبا لاله ايمان باش تسمع الراي ديالو بالفعل. الله 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 يوفقنا اختي. ربي ربي انا لا انا ولا هو سبق لينا تلاقينا بك مرحبا في واحد اللقاء ديالي ولكن ما كنت غادرت واحد الفترة في ذاك اللقاء وقلت نعاود نرجع ولكن تصرفت كتكون بالنسبة لي سوء. الموضوع اللي كنت نذكر عليه بخصوص الأبناء. الحمد لله بعد تنشكروك استفدنا من النصائح ديالك. نشكرك يا مجيب الله إيمان مرحبا. تنطبق هذا بخصوص النعاس ديال الوليدات والخوف وهذا الحمد لله. الحمد لله. أمور كاملة تتمشي مزيان النصائح ديالك تتمشي مع الوليدات. هذاك إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. يوتيكم خيرا وخا الانسان يدير غا شويه يقدر ربي تيسر. هنيئا لك بارك الله فيك. لا لاخت مرحبا اختي مرحبا. غير المشكل اللي تلقاه مع الزوج ديالي في خصوص التربيه ديال الابناء والتحمل المسؤوليه. تلقاه تيرك عليا المسؤوليه كاملها بخصوص المدرسه ديال الابناء. انا خدامه تنديهم لاكريش مني تقريبا عاد خوا ما تيبداو يمشيو لاكريش. هاد الدري عنده 5 تنديه دائما انا اللي كنتحمل المسؤوليه بوحدي دونك تنمشي للخدمه تنديه تنمشي تنطيب ليهم تنقب الاشغال في المنزل كلشي تنديرو بوحدي. هاد المره انا حامله عندي دابا شهرين في التاسع تبارك الله. دونك قلت له راه صعيب عليا الحمال غادي تبدا تدي وتجيب معايا دونك انت الان انت تدي انا نجيب وتنجيبهم تندخلهم وهذا باقي الله. دابا غير حنا في الدور الاولى حتى التسبيح اش قادر. الله 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 الله. نقول لي طاف صباح قبيله انا غادا نخدم كنت نمشي شويه مع صحت الثلاثه قلت له انا غادا. قال لي ديهم. قال لي لا ديهم سياك غادا غادا. الله الله الله. انتم كتسكنوا في مراكش عليك؟ اه في مراكش. ولكن تنحس هذه المسؤوليه ما قدرتش نتحملها ديال الدراري ما عرفتش واش الرجال هما القدره ديالهم هكاك. شوف شوف لاله ايمان غادي نقول لك تجربتي انا الشخصيه. شتي انا تفوتني مولا الدار مع الدراري في الدار عا نهار نحماق. كنعرف ماشي ما كنعرفش نعرف نشغل وليداتي ونطيب ليهم والله الحجره عدي مساليه. دابا كنقول لك لاله الصراحه انا اللي عطاني ربي شويه العرف والتجربه نعرف ماشي ما نعرفش نعرف نشغل وليدات وندير لهم اوراش وندير العجب العجاب والطاقه باش نبقى متبع هذا كيدور على الطبله والاخر لهي والاخرى جات من هنا وحلت الباب والاخر هدر والاخرى هضرات. شتي هذيك الطاقه صافي في البلاصه تنفروح.
انا هكا ملي كضحك معايا مولات الدار كتقول لي وهاد الويكاند غنمشي ندوز نمشي ندوز الويكاند على مولات الدار كنشوف انا في البحر كنبدا نقولها ايه وسيري كتقول لي ما بقاتش فيا تنقول لها اش غنشوف لا وسيري كتقول لي غتقد بين الويكاند كتقول لي غتقد كنقول لها امال ما نقدش زعما شوف شوف الجور هذيك الكبرياء هذيك الانافه زعما امال ما نقدش ايوا الداخر قلت خرخبتي هذا كديرها بالصحه العافيه تقول لها حافظ عليها فشتي عفختي الله يجازيكم شنو كتعني بالعربيه اساسه مؤسسة اش كتعني مؤسسة كتعني يا واحد الاورغانيزاسيون اللي خصنا نساهموا فيها كاملين يعني تنتعاونوا فيها معلمه اورغانيزاسيون اوترومون دي سي اون انستيتيوناليزاسيون دابا هنا عفختي انت راجلك تربح شويه الفلوس وانت كتربحي شويه الفلوس هو عنده الضعف انا ننصحكم شوفوا شي شيفور علاش ما نخسروش شويه الفلوس ونرحموا ضعفنا حيت راه ماشي بالضروري خصني نقضي الحاجه بنفسي هذا راه هو المؤسسه المؤسسه راه كتلقى كاين مثلا العامل كاتب شاف الكابيني كتلقى شاف السيرفيس كتلقى واحد كينوب على لاحظتي واحد يغيب المصلحه ما كتوقفش فالناس كيظنوا ان ولادهم خصهم يقابلهم هما وهو الحمد لله عندنا امهات وخواتاتنا كيجيو يعاونونا في ديورنا انا تمنيت من انه احدى الوزارات في المغرب سن طريقه مؤسساتيه الوظيف حول الاسره في الطبقه المتوسطه دابا حنا عارفين جميع الخبراء في العالم عارفين بان النمو الاقتصادي المحرك ديالو هي الطبقه المتوسطه هنا ما كاينش اللي كيقيس فهاد لاريكل لا سينو ريكل ايتابلي الكاس مويان هي الموتور للنمو وإلا مشينا حتى شفنا الوضعية والحال ديال لاكاس مويان في المغرب راهم من كلاس بوفر بحكم المداخل اللي كيدخلوا الصالير اللي كيتحسب لهم لانديس كيكلاسيهم في لاكاس مويان ولكن طريقة كيفاش كيعيشوا لو مود دو في والتعب اللي كيتعبوا والمحنة اللي كيتمحنوا سون اون كلاس بوفر تيعيشوا كادحين الكدح هو كيديروا كل شيء راسهم فهنا خصنا ان سوتيان لكلاس مويان لوروب ان سوتيان باغ لي سوبفونسيون كتعطي فلوس الوكاسيون لوجمون الوكاسيون على البارونتال كتعطي دي بودجي كتعطي فلوس لان عارفه هذاك الناس ملي كيشدوا فلوس كيودفوهم الاقتصاد حنا لا عطاو فلوس لا عطاو حلول واخا بروفيسور الى سمحتوا مستمعينا معنا فاصل غادي نتوقفوا للحظات مع نوين اخبار السابعه مساء رفقه طارق بشلامه اللقاء اهلا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح الى سمحتي بروفيسور ناخذ بشرى من وجده ونواصلوا الاجوبه الو 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 السلام عليكم بشرى وعليكم السلام مرحبا لاله مبروك سي مامون لاباس عليك الله يبارك فيك لاله بشرى الحمد لله مرحبا الحمد لله الله يجزيكم بخير كتونسونا وتقولوا علينا كنتو الحمد لله الحمد لله بخير عندكم الله يبارك فيك مرحبا بك غلا جزاك بخير نطلع في الدروس عندي جوج ديال التساؤلات الاولى جزاك بخير عندي كنت ساكنه في واحد المدينه وتما كاينه واحد البنيه الحاله ديالها شويه يعني المهم الام ديالها ماشي ام مزيانه يعني كتكفت عليها كتضربها مدمنه ما عرفتش يعني واش البنت اللي في هذه الحاله هذه يعني واش قدرت تعطي واحد اليد المساعده شحال في عمرها؟ عندها 11 سنه 11 واه لا اله الا الله واه كتبقى في السادس والبنت سبحان الله يعني كتقرا ومجتهده ورغم هذيك الظروف هذيك يعني كتكافح مسكينه لا اله الا الله شتي عفاقتي نعم؟ المغرب باقي ما عندناش جمعيات وما عندناش محسن انا كنحييه راه في المنطقه ديال فاس واه داك هو اللي كنت سمعت فيك شريت انا للاسف ما تياخذش هو الصهر لان يعني الصهر فيهم صعوبه الميناء كتبقى صعوبه قانونيه الله يستر يمشي الله يستر تغتصب وتحمل تيولي هذاك الشخص متحمل المسؤوليه وهو داير حسنه تيولي مجلي في المحاكم مجلي في المشاكل تياخذوا البالغ يعني 18 عام بالشهاده حنا عندنا فرق
عندنا فراغ في المجتمع المغربي. واكيد بحال يعني كتشوف حال الحال هادو يعني كيف تقول المجتمع ما كيرحمش واخا كتبغي تمد يد المساعده يعني ما شتي شتي عفاختي انا شخصيا كنعرف بان القضاء المغربي مبني على رجال ونساء تيحبوا العداله كنعرفهم انا شخصيا رغم ما يتقال على القضاء اللي يتقال القضاء المغربي من القضاء اللي عنده مستوى عالي في حب القضاء أسرة القضاء يعني الرؤساء والقضاة والقاضيات كيحبوا أغلبيتهم القصوى كاين واحد الطرف اللي لا حول ولا قوة إلا بالله الطريح موجود في أي مكان فهنا هذا راه ما تيمنعش أنا في خباري حالات وقعوا اللي قضاة دخلوا ولو أن النصوص ما كايناش ولو أن المسطرة كتبين هو القاضي دخل شخصيا وغير مجرى الملف وفك مسألة وفكها حاليا بغيش نسمي الجهة قاضي من المعرفة ديالي وكنحييه جابوا ليه ناس سيدة في حالة تلبس ديال الزنا مزوجة رجلها تيطالب تطبيق القانون تمشي للسجن يعني هذا القاضي الله يجازيه بخير ولا تنعرفوا تيستمع دابا نحييك استاذي قال لي بغيت نفهم علاش قال لي سولت السيده قال لها لا علاش زنيتي مع هذا السيد قالت لي هذا السيد اللي هو زوجي ما جمعني معاه غير الورقه انا ما كنحبوش وقالت ليه ما كنحبكش وما بغاش نتزوجك هو بغاها وبحال اللي شراها لان العائله طمعوا قالت لي انت تفهمتي مع العائله وهما زوجوني لك وانا ما باغيهاش قالت لي وهذا السيد اللي زنيت معاه هو اللي كان بغيه هو اللي كنت باغا نتزوج ورفضوا عائلتي زوجوني لهذا الشخص هذا دابا قالت لي يدير فيا ما بغا غنخرج من السجن وغنعاود نزني مع هذا تخيل القاضي قال لي التفت عند زوجها قال لي واش انت في خبارك هذا الشيء قال لي في خباري قال لي ورغم ان خبراتك من ما كتبغيش كتبغي هذا السيد زوجتيها قال لي فاش غتستافد دابا الا دخلتي السجن فاش غتستافد غتحبك غتكون مخلصه ليك فاش غتستافد قال لك بدا هذاك الزوج كيبكي جلس واحد المده طام واحد الاجل كيطلق هذيك السيده وتتزوج هذاك الاخر هذا راه قاضي مغربي هذا يعني النص القانوني تيقول له دخل الحبس ولكن الجرأة والشجاعة وحب العدالة اقتحم النص وتجاوزوا له هذه سهلة هذه فهنا راه بالضمير ديال هذه السيدة لالا بشرى ضميرها وبحبها على بنت هذيك السيدة ما خصناش نبقاو نقولوا راسي يا راسي ما خصناش نبقاو نقولوا انا ما شغليش شحال من عماره ناس في الليل تيسمعوا واكواك عباد الله الراجل كيضرب راس مرته مع الحيط وتيسمعوا الحيط كيتكلم وتيسمعوا المعل كيتهرسوا وتيسمعوا البيبان كيتهرسوا والصباح في الاسانسور تيسلموا على السيد بحال ما وقعت حتى حاجه وكيتلاقاو المراه وديرها مسكينه حجاب ولا خمار على وجهها حيت عينيها زرقاء وحيت نفهم هرس وحيت راسها مدقدقين وتيمشي وهادي شحال من طيفله شابه كتقتل بلاصه وكيسمعوا واك عباد الله وراسها كيتضم على الارض وامها طارعه فوق منها وتتحيد كبه ديال الشعر في يدها شحال من سالف ديال بنت مسكينه صغيره تتريش وتيحيدوا هك الكبه بالجهد علاش خصهم يربيوها حيت هزات عينيها في دري والعيال بنيتي لا بنتك مشات تقرا فاش غتهز عينيها تهز عينيها في الديناصورات غادي تشوف بني البشر بحالها على مالكم ولا فيكم تناوي المغاربه ما فيهمش تناوي الاسلام من جا المغرب اخباركم كيفاش دخل الاسلام عندكم صحابو راه جابوه الفتوحات راه قبيله من قبائل امازيغيه معاها واحد الشخص سميتو وسلومان مشاو لما سمعوا خبر أن النبي حضر
مشي بالجزيرة العربية مشاو عنده من المغرب تلتم درسوا شوية تاريخ. ومن اللي الخليفة راسل الجيش الإسلامي أول ما وصاه قال لي غتمشي للمنطقة الفلان الفلانية وراه تعرفوها المؤرخين راه غتلقى فيها قال لي ناس مسلمين الإسلام راه ما دخلش بالفتوحات الحباب راه دخل بالاحتضان. ومن اللي دخلوا المسلمين لقوا الأمازيغ تيرقصوا رجال ونساء وباقي الحمد لله تيرقصوا. عمركم سمعتوا شي خليفة ولا شي سلطان ولا شي مالك مغربي ولا شي عالم ولا شي إمام افتى في العصور القديمة بأن هذاك بدعة وبأن ما فيهمش تناول كيشطحوا كيرقصوا رقصة محترمة إخوان. منين جاتنا احنا هاد السؤنية؟ من ناس دخلاء ما عندهمش ذاك العرق الفطري النقي ما عندهمش ناس دخلاء ماشي مغاربة وجاو بغاو يعلموا المغاربة ويحيدوا لهم الصبغة ديالهم. ما المغربي كان يجي ويدق على المرأة أرملة ما عندهاش الدراري ويقول لها لا هاكي واحد البركة وتقول دخل صرب الحاج كذا ويدخل والجيران تيعرفوا الحاجة سمعتها نقية وتيعرفوا المرأة نقية تدبوا لكل شيء منوي. فهنا لالا بوشرة هنيئا لنا باستمرار هذا الضمير الحي. نصيحتي لك لا قدرتي يا لالا بوشرة تجمعي انت واحد جوجعيات وشدوا معها ولا ما سمعت لكمش سيروا عند اي دائره قريبه اللي ساكنه في الحمو قولوا القي قولوا القي او للقائده سيروا عند القائده ولا القيد وهنيئا لنا عندنا في الاداره القيده مالها بحال البارح لي السيده غا تزوجات قال لها بقيتيش مسؤوله وليتي اسيطانت الناس كتقدم وحنا غادي المشاريع في الاخر نقولوا مالنا ما كنعرفوش نسوقوا. نواصل باقي المكالمات مستمعينا معنا ام ملاك من الدار البيضاء. الو الو مازال معنا ام ملاك. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم اسيدي. مرحبا. إذا سمحتي عافاك تطفي الراديو لأنه ما تسمعوكش مزيان. كيف فينا سيدي لاباس؟ لاباس تطفي عافاك الراديو. النهار كبير هذا شبر لي الخاط. مرحبا منين أنت يا لالا؟ الله يخليك أسيدي الله يخليك بنا. يا من الدربي دولك أنا من طنجة. من طنجة. مرحبا لالا مرحبا. هذه زهور من طنجة مرحبا. الله يخليك بنا صغير. يا ربي أمين. الله يخليك لينا الله يطولنا. الله يخليك أختي حبك الله ورسوله الله. الله يرحم والديك اسيدي الله يرحم والديك الله الله على جمله كي دايره وانت دايره ملونه هذه الله يرحم عاودي اختي الله يرحمك الله يرحم والديك عاودي قولي تاخذي احنا العربيه راه لا حول ولا قوه هذه اللغه شو انت ملحنه هذه اللغه عندهم زيد قولي لا انت شنو المشكل انت كتهضري سبحان الله الله يخليك ديما صغير لا اله الا الله انت اختي شنو المشكل انت هضري على راسك تفوج على راسك سبحان الله احنا العربيه عندنا شي هضره كي دايره شو زيد لا زيد اليوم مع اللي تبتني زيد الله يرحمك نضحك لك بالله سيدي عندي واحد المشكل بديت سيد بولاده ايوا كتهضري معاه الهضره هذه وما كيديش معاك مقاد هذا والله لا اسمك هذا ما كيسمعش هذا الراجل عندك ها انا تزوجت واحد سيد عند ولاده تزوجتي واحد عند ولاده اه 20 سنه جلست معاه في الدار هي شحال في عمرك يا زهور عندي 100 سنه والله لا لا كتبان عندك سي 15 سنه ليل ونهار ليل ونهار زعما راه عندها 50 عفريت وذكيه زايده ذكيه وي 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 انت راه احسن عوان هذا الراجل معك والله ما يشد زيد تفضل علاش علاش تبارك الله عندك الصوت وعندك الذكاء وعندك البسط الله يرحم والديك اسيدي المهم الراجل ديته كبر مني ب 20 عام شافيها ودابا مني مرت داوه ولادو وبدلوا عليا اللوبه ديال الباب وهذه دابا انا عامين وانا في معاه مع المخزن لا حول ولا قوه الا بالله ما عطوني لا حق لا بطل يعني كنبغي نرجع للدار ديالي ولادو ما كيخليونيش ندخل داري هو مريض دابا هو مريض لا حول ولا قوه الا بالله والمحكمه ما صفاتكش المحكمة يعني نصحتني بالنفقة والنفقة ما كيخلصاش لا اله الا الله لا حول ولا قوه انت عندك وليدات منه لا سيدي هو عمل واحد العمليه على البروستات يعني ضيعني بلا ولاد لا حول ولا قوه الا بالله
لا حول ولا قوة. وانا بنته هي سببية اللي فرقتني مع انا وياه، كنا عايشين مزيانين 20 سنة بحال اللي جلس معاه يومين. على غيرها بنت عمي، على غيرها. العظيم سيدي نصحني الله يرحمه. الغيرة والحسد، لا الغيرة والحسد. شوف الشريفة، الله سبحانه وتعالى لا ينظر لوجه من فرق زوجين. شتي اللي كان سبب فراق مرأة ورجل، ورجل مع مرته وهما باغين بعضياتهم، حرم نفسه هذا الشخص من أن الله يشوف فيه يوم القيامة. واخا بروفيسور، فاصل ونرجعوا نواصلوا باقي المكالمات. تفضل بروفيسور، نكملوا مع زهور من طنجة. هو لالا في إطار تشويش، لا يمكن لها تحجز على أي حاجة في البيت، لا يمكن يكون حكم بالنفقة، راك يمكن الإنسان لما لقاش مقابل مادي راك يمشي المحجوز. إنما أنا غادخل في واحد الحرب استنزاف، بوطة ماشي بوطة، طابلة ماشي طابلة، لا ديالي شراتها خالتي عمتي. هنا كون كان عندنا في المغرب مؤسسة الوساطة وتكون عندها سلطة، لأن الوسيط هو شخص كينتقل لعين المكان تيستمع الأطراف باش يلقاو حل حبي، يستمع لهذا الراجل المسين، شنو كلمته هي حقيقة راه ولاده، ولكن راه تزوجته. علاش دائما حنا كنقولوا الولاد عندهم الحق في باهم؟ راه المرأة عندها حق في رجلها، وكما كانتش الزوجة والزوج ما يحضروش الأبناء. إذا هما من المرأة الأولى، حنا داويين على الزواج من المرأة الأولى، عندهم حق أكثر في الرجل بحكم أن المرأة ما ولاش. دائما حنا كنمشيو لهذاك الهجيس ديال الدم، وحنا العالم العربي كله غرق دم. علاش؟ لأن مرجعيتنا حطينا في الدم. وهو كنا كنفهموا حنا مسلمين، وحنا الحمد لله كنفهموا، ولكن معظم الناس مابقاوش كيفهموا. ملي كنشوفوا في قصة سيدنا نوح، تيقول ليه إنه ابني، تيطلب سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام من الله باش ينقذ الابن ديالو، تيقول ليه إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح. اش كتعني؟ كتعني قال ليه يا نوح الابن الحقيقي ديالك هو اللي تبع المبادئ ديالك، ماشي فقط اللي من الصلب ديالك، هو اللي كيسميوه المغاربة الابن الروحي. هذه مطبقة في العالم الإسلامي، هذه الفكرة هذه موجودة مكيناش. فاحنا كنمشيو نختاروا في الثقافة نقاط كتولد العنف، في الاخر كنقولوا منين جانا العنف؟ حقا مصدروا لنا دول، حقا كمين زارعين الاعداء للاسلام، راه البلده ديالنا في مجتمعنا هي اللي خلقها هذه المصائب. نصيحتي لك لاله زهور، سير حيد من تما صافي، كيف تقول العربيه حراره العيش. انا متاكد 200% هنا شي امر فيه طمع، ولادو عنده شي مويحيل في قيصرية، ولا عنده شي قريمة ديال شي طاكسي، ولا واش من طمع ديال والو. نوض الحر حوله. نوصلوا باقي المكالمات من مراكش. معنا نوال. الو الو نوال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله لاله. سيدي الدريبي هذا؟ ايه لاله ان شاء الله. بغيت نسقسك، الله يجازيك بخير. تفضل نوال، مرحبا بك. انا عندي 31 عام. مرحبا. عندي 3 الوليدات. الكبير عنده 5 سنين وبني عنده عامين، وحرمت واحد الوليد عنده شهرين. المشكل اللي عندي هو ان وليداتي ولاو شويه مع الغيره، ولما بقيتش قدرت نتعامل معهم. كيفاش مع الغيره؟ ولاو غير من خوهم الصغير، غير من بعضياتهم، غير من خوهم الصغير. دابا هذا عامين، عندي المشكل كثيره مع البنيه، حيتاش باقا ما كملتش عامين ولدت عليها، يعني ما كتعرفش اصلا، ما كتستوعبش اشنا هي شي حاجه زادت عليها، ولا هي باقا باغياني انا، باغيه الحنان ديالي. لاله نوال. نعم. الابنه ديال عامين والطفل ديال 5 سنين، واش جار ولا مجرور؟ تنظر انا مجرور. واش حامل ولا محمول؟ جو بونس محمول.
دابا انت عندك الذكاء. اللي ناقصك هو انت يا فوضوية. ربما انت يا فوضوية وما عندكش الترتيبات وما عندكش حتى التركيز مع الصغير مع الدري الصغير وداك الشيء كله كيأثر. فدابا ملي كيكون الاب ولا الام فوضوي وما عندوش ترتيبات لورغانيزاسيون علاش دابا بزاف الناس كيمرضوا بلو سيست بلا ستركتور اوبسيسيونيل هي راه عندها اون بار نورولوجيك ما كندويش على بار نورولوجيك انا تندوي على بار سيشيك. علاش كيمرضوا بزاف الناس بلا اوبسيسيونيل باسكو ما تيعرفوش يكريو ان موديل اورغانيزاسيونيل سمعتوا لا فراز ils ne savent pas créer. قبيله باش دوينا على الفكر اللي فيه الابداع لان ان اورغانيزاسيون علاش هو دابا العالم العربي كله كيحماق على لي بيرو ديتود اترونجي بوركوا باسكو نو سي با كري دي موديل من اللي حطوا نصارى لي موديل العالم العربي لاصق في الموديل النصارى بلاصه اللي الانجليز حطوا فيها لي موديل بقى لاصق في الموديل الانجليزي بلاصه اللي حطوا فيها لي زالمون بقى حاط لي زالمون بلاصه اللي حطوا فيها لي امريكان بقى حاط لي امريكان ومن اللي كيجيو تيقيصوش فيما نزل أسيادهم لأنهم قوم تبع بني ويوي كي كملوها تيقول لك وبشات لي مزينة مع النصارى تيكملوها الله إلا كيقول لك يا ملك النصارى كانت الأمر بخير كمل كمل زيدها كمل أنا من النصراني عنده أن سيرفو في تخوا سفير تاع الدك واحد النصراني كياكل تا كتاكل كنا كنتساوى النصراني كيقرا تا كتقرا النصراني عنده العزيمة باش يكون سيدك وانت عندك العزيمة تكون خديدين ديالو الفرق بينك وبينه هو عنده العزيمة يحكمك وتقول لك فيا ايسي بوتي كانيش دهن شعرك بزيت العود طلع دير لي دير لي تواصلنا المباشر معكم مستمعنا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح بروفيسور نواصلوا باقي المكالمات معنا ام ملاك من الدار البيضاء الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ام ملاك لاباس الحمد لله الله يبارك فيك كنشكركم على البرنامج لا شكا عواجي مرحبا بك تفضلي ام ملاك عندي مشكله مع راجلي شحال في عمرك عندي 30 شحال 30 المستوى الدراسي مقص فوقاش تزوجتو دابا 3 سنين باش تزوجنا وشنو هاد المشاكل اللي عندكم هلا المشكلة عندي مع راجلي انني بحال شي وحده كاينه في الدار ولكن ما كاينهاش كي كاينك ولكن ما كاينش كيفاش تزوجتي هاد السيده هلا من عائلتي ولد عمي وكيفاش تزوجك يعني واش مرت عمك اللي جات خطبات فيك ومع الوالدة واش الوالدين اللي ولا انتي بغيتيه وبغاك لا هو ما كانش يعني مثلا انا بغيت يمكن كنت بغيت ولكن هو لا ما نظنش يعني هو من معاملته ليا ما كي ايه ولكن واش هو اختار يتزوج ولا غزوجوه شنو واش هو اختار يتزوجك ولا غزوجوه العائلة ديالو يعني هو انا متزوجته وقال لي اختارتك بوحدي يعني تحطيتي مثلا تحطت لي اختيارات واختارني انا من ضمنهم شحال في عمر هاد السيدة لالا شحال في عمرو؟ عنده 37 سنة عنده شي خدمة؟ عنده خدمة عنده فليسات كيصور رزقه مزيان؟ عنده الحمد لله ما عندناش وما خاصناش اليوم الحمد لله من النهار الأول هو هكا معاك؟ لا إمتى وقع التغيير؟ إمتى تبدل؟ غير بدات عندي البنية هو يتبدل؟ هو يتبدل يعني بدا كيتغير وأنا في الحمالة الأخرى ولكن من جات البنية صافي يعني ولا راجل اخر يعني مشكلة هو يمكن غير حنا كنا كنعاونوه على داك الشيء اللي كيدير مثلا كيغلط هو عنده مشكل اللي عنده عائلته يعني المقربين اللي مو خواتاته عائلته المقربة كاملة كلهم ما تيهضروش قدامه فهمتي ما تيقولوش اللي تدرتي ودرتي ولكن من وراه تيقولوا لي انا راه تيديروا كيقولوا لعائلتي كل ما خصش يدير بحال هكاك ما خصش كذا كذا ولكن كيقدرش يواجهه يعني واش ملي تيقولوا كيدير كيقصدوا كتقصدي غير المعامله ديالك ما كيديرش حاجه اخرى غير معاملتي انا المعامله معاك كيدير بحال لانه كيدير بحال ماكوك يعني راه غلط انت ما غلطاش شي تيعترفوا بيه قدامي يعني قدام الناس كلهم كيعترفوا بيك وكيجوا عندنا كيلاحظوا داك الشيء
ولكن دابا المشكل بانه هو ما تيعترفش. دابا انا غلطت في حقك انت ولكن انا ما معترفش بيه ما عطاش لك السماحه باي طريقه سواء بغيتي ولا كرهتي هذا الشيء اللي كتوصفيه انه غلط فيك. عطيني شي مثال شي مثال كي غلط فيك. عطيني شي مثال بزاف الحوايج. عطيني شي مثال. ايوا اخر اخر واقعه وقعت. اخر واقعه وقعت مثلا مشينا عند الامو وهو غادي يتقدى ليا شي حاجه هذيك الحاجه خاصها ديال الدار كاش نقديها ليا وغادوز عندي تجي عند الدار وانا متوقعه غادي ديك الحاجه. قطعت مكالمة. قطع الخط بام ملك للاسف. هنا روابط عائلية متقطعة. ما كتقولش في كلامها هاد السيدة مرت عمي، ما كتقولش دار عمي، كتقول مو عائلته. لو كانت الروابط العائلية كاينة كانت غتقول مرت عمي اللي كيمشي عند مو مرت عمي ومن اللي كيجيو دار عمي. احنا كنردوا البال للتسمية. احنا مسلمين السمية عندها قيمة كبيرة. كنقولوا سمي الله في اي عمل، كنقولوا بسم الله، ندخلوا الاستوديو بسم الله، توكلنا على الله، ناكلوا الطعام بسم الله، اي بلاصة كنسميو. فملي كتكون واحد السيدة مزوجة وما كتسميش اش كيعني؟ كيعني ان كاينه غير سميه العائله، هي هو ولد عمي، ولكن شكون اللي غيعطي حقيقه لهذه العائله؟ راه هو اعتقادي في هذيك العائله. فهنا عفختي عاودي وطني، لان اللي وطن غيوطد على قواطيده. هي كتقلب تخلق على قواطيده. لا بغيتي توطد، بغيتي الدال خصك توطن، ولا بغيتي النون خصك تمر بالقلم وما يسطرون، وخصك تربح ما انت بنعمة ربك بمجنون. ولا بغيتي تدرك سر نعمة سيد ربي اللي اعطاك يجب ان تكون في حبها مجنون. ولا ما كنتش في حب نعمة ربك مجنون غتبقى في الجنون، وما غتكونش مصحاب النون، وما غيعطيكش الدال. فواش هذا عرف ولا هذا شنو؟ اللي بغى يدرس الهندسه كيدرس، اللي بغى الهندسه المعماريه كيدرس الرياضيات، اللي بغى يكون ربان طائره كيدرس الرياضيات، اللي بغى يسوق طياره كيدرس الرياضيات، اللي بغى الاعلاميات كيدرس الرياضيات. علاش بغيتو تربحوا في الزواج ما تدرسوش الرياضيات؟ عندكم تصحابوا دواء الرياضيات، الارقام، رياضيات الميزان. هاد السيده ما مسمياش تسميتها، دخلت عندنا بصفه الامومه، دخلت عندنا بصفه ام ملك. ما اختارت لا سميت لطيفة ولا سميت عائشة ولا سميت الزهرة ولا سميت والو، اختارت صفة أم ملك. إذا ملي ملك عندها أمها، ما يولد الملك غير الملك. هذا ما يمكنش ملك تولدها ماشي ملك. الملك في الجملة، ماشي كنتكلم على الواقع، واقع الملائكة لا يعلمون الله، أنا دابا على الجملة. أم ملك كتعني بأن اللي ولد الملك ملك. منين جاتك لالا؟ منين جاتك أنك تظني شنو هو الفونتاسم؟ شتي دابا هذا سان فونتاسم، ها هو فونتاسم. هما راه تخوا تيب، غيف، فونتاسم، وديلير. وقبل ما يكون لو ديلير بسيكولوجيك بسيكياتريك، إي أن أوتر ديلير اللي هو ديلير سيمانتيك. ولو ديليغ سيمانتيك تيدل عندنا بان إليا اون ديستركتوراسيون في لا بونسي. فهنا لاله شريفه
نصيحتي لك الا بغيتي تعتقي عائلتك عليك بالذكاء. راه شنو الفرق ما بين الذكاء والحيله؟ بجوج كيوصلوا، غير الحيله بابها خبيث والذكاء باب علم. فبغيتي تربحي عائلتك عاودي شوفي فيه النظره الحقيقيه ولد عمك، وعرفي ان ولد العم راه تيعني اخوه زياده، لان اللي ما عندوش خوته وعنده ولد عمه راه عنده خوته، واللي ما عندهاش خوته وعندها ولد عمها راه عندها خوته. حنا المغاربه العم راه في بلاصه الاب، راه عنده واحد الشرعيه وعنده واحد الحب. حنا عندنا العمه راه مقاده مع الاب، بغات معك عمتك ولا عمك راه بحال معك باك. اللي تيحب بوه ما حبش عمو ما تيحبش بوه، واللي تيحب بوه ما تيحبش عمته ما تيحبش بوه. راه حنا عندنا الشجره راه كتمشي في العرض تتمشي في العلو في الطول. فنصيحتي لك عفا اختي تعاودي تشوفي ولد عمك ولد عمك قبل ما تقولي راجلي، وقبل ما تشوفي شوفي ولد عمك، شوفي زعما ديال العائله القريبه. اها شوفي هذاك وطني وعيطي ليه ولد عمي واخوي ومالك ولد عمي، ماشي هو راجلي وانا راجلي وانا خويا ولد عمي. انت علاش العربيه حنا كنديرو داك التصغير؟ شنو التصغير عندنا؟ اش كيعني التصغير للتحبيب؟ العرب كتصغر للتحبيب. انس حب رسول الله، تيقولوش حب رسول الله، حب اي حاجه صغرتها العرب عرف فيها التحبيب. فشويه ديال الذكاء وشويه ديال الشطاره والواحد يحيد منه شويه الغبيله، شويه ما يكونش انسان ثقيل، انسان ثقيل. وكاع ما كتسول فيا وانا راني اخداك، الزوج مع زوجته خصو يسول فيها ويحدد فيها ويقول لها الكلام، وانا كاع ما كتقول لي كلمات بوينه. يعني شكون تخيل دابا دابا بحال هكا دابا ندير انا زوجها بحال هكا وندير مع الزوج، والطرش غادي ماشي يهضر معاك في الاخر كتفاجئ المراه كتقول لك مع الراجل كيتصاحب وكيسكن، والطرا هو مزوج راجل مع راجل هذاك هو داوي مع مرته بحال راجل. واجي تفير غادي اماك ما سولتش فيا وكمل اختي طيري المسطح. شتي هذيك الحبيبه ديال الشمال كواكي دوات ولا خايل الله يرحم الوالي؟ انا ما بقيتش قادر نسمع الكاسك عرفتي بدا كيترعد عندي في ودني والله. تخيل عرفتي راجل دوي معاه مرا بحال هكا كلها، حتى والله واخا يكون ما باغيش يجلس بدا يجلس. المراه عطاها ربي صفه جميله في حروفها، تلحن صوتها، كاين اللي كدوي معاك ومغوشه بحال داك المغني السوري مشى ليه الصوت، سميتو هذاك؟ شوش واش واش عمرك شتي كيفاش ما كيعرفش يضحك؟ تي مغوش تخيل تيغني غنية الحب ومغوش يا حبيبي ومخرج عينو في كاميرا، انت مالو شو واقع عليه؟ ها؟ وشوف هذاك الفنان وائل كفوري شتي غني ضحك وعويناتو تيبرقوا، والاخر ديال هذا مش مغوش. علاش عباس؟ اش بغي الانسان بعباس؟ بساس من الانسان ولخاها الله. اش كنقولوا للحبيب؟ حنا واعيين نعطيكم في الامثله، والله اللي ما عينو عمشه وودنو طرشه الا سلاكتو في الدنيا محال. غادي نختموا اخر مكالمه معنا اليوم، معنا من الرشيديه معنا تمالوت. الو يسلم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم هذا اسم تمالوت تبارك الله، هذا اسم اش كيعني لنا هذا الاسم؟ هذا اسم امازيغي وكان مسموه على الضليله، واحد الضليله بحال شي شجره دايره شي ضليله، هذا كنقولوا الضليله هي تمالوت. تمالوت والله على الاسم غزال. دوي لنا اختي شي كلمات من الامازيغيه الله يجازيك بخير. نيت علي تمام طيبي نيت على الوراون والله زيد زيد اختي زيد عافاك كيف الزهر ربي في الخير. دانت استفاد ديال برامجك بزاف
الحمد لله معنا يات الحشر وانا يتخلي كاختي تربي الله اكبر. نتبع دائما البرامج دائما دائما ورداغ زرين الله يبرك دمت ني غران بزاف والله. لا لا الا اختي الى عندك الحين كاد الشاعر انت يا ربي يطول العمر ويجزيك الخير يرحم الوالدين ربنا ادان يرحم دروان حتى يوم القيامه امين. لا تمل امين. مرحبا بك يا لاله والله الى ختامه مسك. عندنا في هذه الحلقه هذه المكالمه هذه. مرحبا شريفه. مرحبا مرحبا لاله. تحبيك الخير ان شاء الله. امين لاله امين. بغيت نهضر معك استاذ شويه. مرحبا تفضل تفضل. نعم سيدي. عندي مشكل اسمح لي راه شويه. مرحبا هذيك غير عفات المؤمنه لاله. مرحبا. نعم سيدي. هضرت اليوم على العيالات اللي نقولوا تزوجوا الراجل اللي عنده الوليدات. انا منهم. تعرفت على واحد السيد المهم جا خطبني قال كودي انا راني مطلق عندي جوج وليدات معايا انا كنعيش في الديار الاوروبيه والزوجه اللي مطلق بها هي عايشه في المغرب وعندها جوج وليدات اخرين خليتهم ليها. ونعم قلت ليها ودي علاش زعما شكون هو السبب ديال الفراق المهم الى اخره. راه هي اللي طلبت الشقاق. علاش طلبت هذه السيده الشقاق؟ قالت ودي انا ما عنديش امكانيات باش نصوب ليها الوراق. هي قالت لك ودي خصها تعيش في اوروبا. اوكي المهم هذا هو المشكل ديالها. رجع عندي انا قلت له واخا المهم انا ما عنديش مشكل باش زعما انني نمشي لاوروبا. ما عنديش انا ديك الفكره الا كنت غنعيش في بلادي ونعيش بخير وعلى خير ما كاينش مشكل وغادي تبقى تزورني بصح ما تخلينيش غادي تبقى تجي عندي. قال لك غادي نبقى نجي. من بعد المهم بقينا هكاك على اتصال. قلت لها ودي قال لك ودي دابا عندي الدار ديالي الدار عندي فيها شي مشاكل غادي نولي نفكها والمهم غنسكنك في البلاد اللي كاينه فيها الدار. قلت لها انا ما عنديش مشكل انا انسانه نقولوا ماشي شي وحده صغيره عندي 36 عام في العمر ديالي نقدر زعما نسير الامور ديالي. المهم جاو المهم من بعد المهم بقاو كيخرجوا حوايج اخرين انا راه ما عنديش وانا راه دابا يلاه طلقت وهذه وهذه. قلت لها ودي ماشي مشكل انا الحاجه اللي ما عندكش انا غادي نتنازل عليها. انا الحمد لله عندي شويه ديال الرزق ديالي والحمد لله ميسره شويه المهم كاين حتى شي مشكل. قال لك ودي والشهريه ديال بحال اللي قلتي غتبقي عند عائلتك غادي نتكاتبوا وتبقي عند مع عائلتك حتى المهم نفك الدار وغادي تمشي للدار. قلت لها اوكي واخا ماشي مشكل. بقى كي المهم هادشي علاش اتفقنا. المهم تشاورت انا مع العائله ديالي لان ما عندي غير ما عنديش الوالدين عندي الاخوان هما الوالدين الله يرحمهم. المهم قلت لهم هاد السيده المشكل واش ماشي مشكل الا بقيت معاكم حتى المهم نيسر امورنا وهذه وهذه. قال لي واخا قالوا لي خذ واخا. المهم تكذبنا قال لي الشهريه باش تقولي لي كل شهر نبقى نصيفط ليك راه ما عنديش. قلت لها بحالي بحال وليدات حيت يكون عندك ما تصيفط ليا ما تفوتنيش حيت ما يكونش عندك شي مشكل. سيد المده ديال عامين ما عمرو صيفط ليا حتى 5 دراهم. يا ربي يكون عيد ولا تكون فضيله ولا تكون اللي بغى يكون ما كيعرفني بحتى شي ريال. ونزيد كاستاذ كتخلص عليا 25,000 ريال في الشهر في الديار الاوروبيه. كتصيفط لي دوك الفلوس حيت هو ضروري خاصو التواصل. يا ربي كتصيفط لي دوك الفلوس كيقول لي خذيهم كنسني لي على التواصل كيقول لي ايوا خذي دوك الفلوس يبقاو عندك امانه. كنقول لي واخا انت كتعرفني. قول لي لاله تمالوت شنو اللي جعلك توافقي على هذا الزواج؟ واش تغرمتي فيه؟ واش جميل؟ واش شنو؟ واخا استاذ شكون اولا انا كنت مطلقه وحده كاين هذا المشكل. ثانيا ملي شفتو زعما هكا قلت انا انسان هذا انسان طيب وكيهضر معايا مزيان وهذه وهذه في الاول قلت انا هذا راه بغى شي واحد بحال اللي قلتي. الطيبوبه تعرف بالكرم. نعم ما عمركم تقولوا طيب في الشفوي. نعم صح. الطيبوبة الطيب والطيبة معروف بالكرم. يعني يديك غداك في ريستورون واعر شرالك تويبات
دوزك حدا مولدها بخدالك خاتم، دوزك حدا مارين الحلوى والزريعة خدالك دائما. الله يخليكم، ما تقولوا على شي واحد طيب ولا طيبة حتى يكون معروف بالكرم. هذه من جهة. من جهة أخرى الزواج كيلتزم وتيقتضي أن تكون القدرة. فين هي القدرة؟ فين هي القدرة؟ الواجب ديال الزوجة على الزوج أنه يأمن لها طعامها، ويأمن لها أمنها، ويأمن لها فراشها. شتي ما يكونوش الثلاثة هذو؟ عفواكم راه عندكم عسمية، عفواكم راكم تخربقوا. خصو يأمن لها طعامها، يكون خدام ولا ما خدام، شوموج ما شوموج، خصو يمشي يدمر ويجي في العشية ميكا ولا قفيفة فيها خضيرة وفيها واحد رابعة للحيمة وفيها واحد تفاحة ولا واحد شي حاجة ماكلتها. وخصو يأمن لها الأمن ديالها، خصو يحميها، يكري لها بيت ويدير لها باب ويكون واعر حاوك يحمي، وتأمن لها فراشة. الزواج عباد الله راه خصو القدرة على هاد الثلاث. راه لما كانش القدرة على هاد الثلاث راه ماشي زواج. فملي كتبقاو تلتمسوا الأعذار، دابا هي دايرة في واحد في الخاتمة ديال الورقة موافقة أمضي، وخلات الجمال ديال العقد فارغ، يكتب ما بغى، داكشي اللي بغى يسرات. تخيل واش هادشي كنديروا حنا كنسنيو على بياض. تخيل تسني على بياض، كتمشي عند واحد المحامي عند النوطير باغا تبيعي دار، كيقول لك لا سني هاد الورقه، تسني ورقه بلا بياض، يكتب اللي بغى. كتقول ليه لا اخويا كتب واعطيني نقرا، وماشي وماشي غنقرا بوحدي، نمشي نستاشر مع الناس اللي كيفهموا في هاد الشيء، وملي يشرعوا عليا الناس وناخذ مهله ديال لا ريتراكسيون، نعاود نرجع ماشي غنوقع صافي وكيخرج الامر، لا نعاود نكملوا بعد الفاصل. خليكم معنا مستمعين. تفضل بروفيسور. نصيحتي التمالو تطلق هذا السيد وتعتق شويه الكرامه ديالها وماء الوجه، لان في المجتمع انا شخصيا عدفنا التملق، عدفنا الخوف، عدفنا النفاق، عدفنا الأشياء المغشوشة، والله لا عدفناها. ولا في الجسد الجسم ديالنا ولا عندنا واحد بحال واحد المرورة كتطلع لك. احنا شوية كبار منكم في السن، عشنا الزواج ديال المغصوب، عشنا وشفنا الزواج ديال الظلم، عشنا وشفنا المظالم عا كتسيب، عشنا وشفنا الحقوق الناس مهضومة، شفنا الويلات. حلمنا وطلبنا وصلينا وجرينا، ووالدينا قبلوا لنا ووالديكم، وحبابنا وحبابكم قبلوا لنا وقبلوا منكم، باش واحد النهار يولي واحد المواطن عربي أمازيغي عنده الكرامة. شنو هي الكرامة؟ أنك تقدر تقول لا، ترفض. راه الكرامه ماشي تقول نعم، هي يجيك عروض وتقول هذا العرض ما بغيتش، لا بغيتش هذا، وهذا ما بغيتش، لا وهذه الوضعيه لا، وهذه الامور لا. فاحنا في المغرب خاصه في العماره في المغرب بالذات حققنا بفضل هذا الشريف اللي نعم الله يا ربي تحفظه يا ربي يا ربي، هو البطانة الصالحة اللي معه يا ربي، وبجاه سيدنا رسول الله وبجاه دعوات الصالحين اللي نعرفه في مغارب الأرض ومشارقها يا رب. فضل اللي حقق مدونة الأسرة، فين عمر المركز كتقول تطلق فين فين فين، تبقى معلقة 100 عام والله فرحات دارت المدونة، دارت هذا نظام الأسرة. دابا خصنا نعلموا المواطنين ما يخافش، ما يخافش من كلام الناس، ما يخافش من القيل والقال، ما يخافش من انها تكون مطلقه ومخلوعه في الشوات. ما تخافوش ما تخافوش، يكفيك ان ربي، شوف شي يقول سيدي عبد الرحمن المجدوب، الى سلمت مع الله والعبد ما منه ضروره.
إلا سمحت بروفيسور، بالنسبة للمستمعة اللي كانت وصلت معنا البارح واللي هي كتعاني من سوء المعاملة يعني ديال الزوج وديال حماتها، فبروفيسور يعني بعثت بالاس ام اس، انا عاد قريته كتقول لك هو انه هي شخصيا يعني نفس الحل اللي عطيتيها هي كتفكر في الطلاق لانه ما بقاش قادره يعني تكمل في هذه الظروف، ولكن ما عرفاتش هي شنو هي نقطه البدايه باش تبدا، وعلى اساس انه عندها 4 ديال الوليدات وما عندهاش يعني واحد الخدمه اللي هي يعني ما مستقلاش ماديا. الزواج تيبدا بكتاب، كتاب كيجيب الاذن ديالو من قضاء الاسره عن طريق قاضي، كتاخذ اذن، كتمشي تاخذ الاذن عند قاضي الاسره وكتديه العدول، العدول كيجي للدار بهذاك الاذن تيكتب لك عقد زواج ما بينك وبين مرتك. يعني هنا كاين الرجل والمراه والمؤسسه القانونيه القضائيه حاضره الوسيط. غتمشي عند محاميه، نصيحتي لها تمشي عند محاميه وتشرح لها الوضعيه وتوضع لها الملف بين يديها، تقول لها ورقه الزواج، ها الوليدات، ها ظروفنا، ها المشكل اللي عندي بالحرف، وتقول لها لاله شنو كنطلب من زوجي قبل ما نوصل للمسطره. كنحيي المحامون لان حضرت معاهم في اشغال، ما بقاش هذاك المحامي اللي عاد كتدخل عنده المراه او الراجل وكيهز الملف وكيمشي يجري المحكمه، راه كيتصلوا، تصل المحاميه بيا تقول لها سيدي راه عندي ملف مفتوح في المكتب ديالي، هاش فيه واش فيه، الله يخليك ما بغيتش نمشي للاجراء القانوني مباشره، لربما نقدروا نخيطوا بالبيض. الى هو مشى وجلس مع المحاميه وقرا محضر، قالت لها مرتك اش كتقول اش كتقول اش كتقول اش كتقول، لبى كفى الله المؤمنين القتال، اش دخلها للمحكمه واش وصلها لها واش وصلت لها، قيل عطى. الى ما لباش خصها توصل للمحكمه، وفي المحكمه راه ماشي اول اجراء هو الطلاق، راه كتكون المشوره جلسه الصلح، وهي ماشي مباشره غتمشي في المحضر كنطلب الطلاق، كنطلب ظروف العيش الكريم اللي هو نفقه ديالها، قانون عطيها لا عباد الله، واش عرفت شنو قانون؟ تتكري محال تخلصوا، كتكري طاكسي كتخلصوا، وكل شيء تكريه تخلصوا، وامراه والطرف اوروبا راه ما لقاوش امراه كيمشي يشريها مونيكا يجيبها تونسو في الدار، مونيكا راه كيخلصها كيشريها، وانت بنادم تيمشي حداك وتيجي وتيونسك وكتمشي معاه وتدير معاه الدراري وكل شيء، وماشي قاضي خصك تعطيه المقاضي تخلصه، وراه خاصك تعتني به العنايه اللي كتعتني بنفسك، انت تشري لباس لنفسك، وهذاك المخلوقه اللي حداك هذيك السيده عارها على من. اذا حنا في المغاربه عندنا الثقافه ديال الديوتي. شكون هو الديوتي؟ هو اللي عنده مال ينفقوا على مرته، ومرته كتكون عاطيه العين وما تيعطيهاش المال. اشنو تيمعني ليها؟ تيقول ليها خرجي زني وجيبي الفلوس، فباش ما نوصلوش. علاش الله في القران تيقول لينا على هذوك الناس اللي كيجبروا كيجعلوا بالاكراه بناتهم يمشيوا للزنا؟ علاش الله دولينا على الاكراه في الزنا؟ شنو هو الاكراه؟ معناتها تيشدوا العصا وتبقى يضربوا في بناتهم يخرجوا يزنيو، راه تدريجيا تيحيدوا لهم فلوس، تيحرموهم القرايه، ما تيبقاوش يخليهم يخرجوا، وإلا خلاهم يخرجوا تيقول لهم تجيبوا لنا الفلوس. إذا البنت ملي كتشوف باها ولا امها ملي كتدخل تعطيهم 100 درهم وكيضحكوا لها في وجهها، اش كتفهم؟ كتفهم جابت 100 ضحكوا، إذا غدا غتجيب 500 درهم، وملي كيجيبوا 500 درهم كتقول لها بنتها امها وباها سير ابنيتي حنا راضين عليك. إذا ملي شافت 500 درهم رضاو عليها كتمشي كتجيب 1000. فما كيسولوش هما منين، وغا ولدك الا صيفطتيه للمدرسه في العشيه قلبتي ليه محفظته حاجه عنده صرف كتفزع، كتقول ولدك اولدي انا عطيتك 10 درهم لقيت صرف ديال 50 درهم. مرحبا. تنشكر كل المستمعات والمستمعين الاوفياء على حسن المتابعه والاستماع البرنامج بكل وضوح، نلتقي بكم غدا باذن الله في نفس التوقيت المسائي من السادسه الحدود الثامنه مساء. لكم تحيات مجدولي علامه الادريسي لرفقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه، ونتمنى لكم مساء سعيد تقضيه برفقتنا ورفقه برامجنا المتنوعه على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم. بكل وضوح برنامج التحيات الاجتماعيه بشكل صريح مباشر، ما كنستروش على المشاكل على التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربه والمغرب. مرحبا بكم بالاسئله ديالكم بالصراحه اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس، انتظرونا. مرحبا بكم.